نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بحضور الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على إجراء أول انتخابات للمجالس البلدية في مملكة البحرين. وأقيم الاحتفال اليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في بلدية محرق بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد أن الإنجازات الوطنية التي تشهدها اليوم في كل مجال هي نتاج مسيرة ممتدة في العمل الوطني كان عنوانها منذ انطلاقتها وحتى اليوم البذل من أجل الوطن بروح الفريق الواحد، وذلك تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سموه بمناسبة مئوية الانتخابات البلدية في مملكة البحرين إلى أن المملكة قدمت نموذجا متقدما يحتذى به في العمل البلدي بما يلبي المتطلبات التنموية، مشيرا سموه إلى الدور البارز للعمل البلدي في مواصلة تطوير البنية التحتية بما يسهم في دعم مساعي زيادة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية ودعم جهود خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين بما يعود بالخير والنماء على الوطن. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي العمل البلدي في مملكة البحرين وما يقدمونه من عطاءات تعود بالنفع والخير على الجميع، متمنيا للجميع دوام التوفيق ومواصلة تحقيق النجاح. من جانبه أكد سعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن ما تحقق حتى اليوم من إنجازات ومشاريع نوعية على صعيد الخدمات البلدية هو نتاج للاهتمام المستمر من جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد على تفضله بحضور الاحتفال، مشيرا إلى أن مسيرة المجالس البلدية في مملكة البحرين أصبحت نموذجا يحاكي أفضل التجارب البلدية العالمية، لافتا إلى أن المنجزات البلدية التي تتحقق اليوم هي ثمرة لمسيرة انطلقت قبل 100 عام وهي مستمرة في دورها الوطني ضمن منظومة العمل التكاملي بما يحقق المزيد من النماء والازدهار للوطن وأبنائه.